بالفعل بعرس الكتاب بمدينة الضفرة الحبيبة على قلوبنا، وتزامنا مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم، بنبحر سويا معهم للتعرف على تجارب أولياء الأمور من لديهم أطفال من ذوي الهمم تحت ندوة بعنوان أنا السطل. إيه أكبر تحدي مر عليكي في موضوع إن يكون عندك طفل من ذوي الهمم؟ أنا كان التحدي بالنسبة لي أنا فكرة التقبل، إنه أنا تحولت من الأم الضعيفة اللي بتبكي كتير، اللي واخدة جزء من العزلة، مش عايزة تعترف أو في جزء من الإنكار، إلى الأم المفتخرة كل الفخر إنه ربنا ميزها إن عندها طفلة من أصحاب الهمم.